الحواس الخمس في نبضة فادي وطني الحبيب صباح الخير أعرفك بالهمس يا نفحة بلادي وطني الحبيب صباح الخير وطني الحبيب صباح الخير بالحواس الخمس في نبضة فادي وطني الحبيب صباح الخير أعرفك بالهمس يا نبضة فادي وطني الحبيب صباح بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون والمشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم وطني الحبيب صباح الخير، حلقة نسعد من خلالها بالتواصل معكم ومناقشة أهم الموضوعات لديكم. صباح الخير ليلى. أسعد الله صباحك بكل خير زميل محمد، أصبح عليك وعلى كل المستمعين والمشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج وطن الحبيب صباح الخير وصباح السعادة والنماء في ربوع وطننا الغالي. كشفت اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني للدولة عن الشعار المنطوق لليوم الوطني لدولة قطر 2021 وهو مرابع الأجداد أمانة. ونشرت اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني للدولة مقطع فيديو عن هوية شعار اليوم الوطني للدولة قائلة: يرتبط القطريون ببيئتهم ارتباطا وثيقا منذ قديم الزمان، فيها تربوا وبخصائصها تأثروا، فتعايشوا مع طبيعتها وألوان تربتها وبحرها وتغير مواسمها، وسبروها حتى شكلت جزءا مهما ومؤثرا في وجودهم وبناء شخصيتهم وهويتهم. ويأتي شعار اليوم الوطني للدولة متناغماً مع رؤية اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني للدولة والمتمثلة في تعزيز الولاء والتكاتف والوحدة والاعتزاز بالهوية الوطنية لدولة قطر، وتأكيداً على قيم اللجنة والمتضمنة المشاركة والإلهام والإبداع والشفافية. كما يجيء اليوم الوطني في كل عام ليذكر أهل قطر بوقوفهم وتعاضدهم فيما بينهم وإخلاصهم للمؤسس الشيخ جاسم بن محمد طيب الله ثراه، والذي وجد فيه القطريون أبا وأخا وقائدا وإماما وزعيما، متحليا منذ شبابه بالتقوى والشجاعة وروح الفداء وحكمة القيادة والحرص على توحيد شبه الجزيرة القطرية ورعاية مصالح أهلها في أحد أحلك الأزمنة التي مرت بها هذه المنطقة من العالم. مرابع الأجداد أمانة. وطني الحبيب صباح الخير. نسهج مرابعها على الخيل والنوب، وبيوتنا ننزل بها كل خايع، وحلالنا يرعى بها كل زملوب، وبيوتنا مدهال من كان جايع.
مرابعها على الخيل والنوق، وبيوتنا ننزل بها كل خايع، وحلالنا يرعى بها كل زملوق، وبيوتنا مثال وطني الحبيب. صباح الخير. حالة الطقس.
حياكم الله أعزائي المستمعين، أعزائي المشاهدين أينما كنتم. الآن نتعرف على أحوال الطقس المتوقعة للأربع والعشرين ساعة القادمة، وتنضم إلينا من إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني المتنبي الجوي سارة النعيمي. سارة، صباح الخير. صباح النور، يا هلا ومرحبا. ما هو المتوقع للطقس بإذن الله تعالى للأربع والعشرين ساعة القادمة، وهل لا زالت التحذيرات مستمرة؟ عن أجواءنا لليوم، حسب آخر تحديثات الحالة الجوية تم إصدار تحذير لليوم على الساحل وداخل البحر بتدني في مستوى الرؤية الأفقية إلى ما دون 2 كيلومتر، حيث أن تأثرت البلاد من مساء أمس بكتلة غبارية متحركة من شمال شرق شبه الجزيرة العربية، يستمر تأثيرها حتى الساعات الأولى من اليوم، وعليه يكون الطقس حار إلى حار جدا مع غبار خفيف إلى مغبر بوجه عام على معظم المناطق. أحيانا الرياح أغلبها شمالية غربية من 7 إلى 17 مع هبات توصل 23 عقدة نهارا، تصبح متغيرة الاتجاه أقل من 10 عقد مساء. أما عن حالة البحر، الموج على الساحل بيكون من 1 إلى 3 غدا، وفي عرض البحر من 2 إلى 4، يرتفع لين 5 أقدام على بعض المناطق أحيانا. بالنسبة لدرجات الحرارة على مدينة الدوحة، سجلت الصغرى 31 درجة، متوقعينها توصل 45 درجة مئوية. أما عن الغد، بإذن الله تحذير على الساحل وداخل البحر بالرياح القوية والأمواج العالية، والأجواء بتكون حارة إلى حارة جدا مع غبار خفيف إلى غبار مسار نهارا، الرياح شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة. هذا والله أعلم، كما تهيب إدارة الأرصاد الجوية بجميع ضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع النصائح والإرشادات الصحية اللازمة لمثل هذه الأجواء، ومتابعة مستجدات الطقس عبر حساباتنا الرسمية. دمتم في حفظ الله ورعايته، مع تحيات إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني. المتنبي الجوي سارة النعيمي، شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية، ما قصرتي. وطني الحبيب، صباح الخير. حركة السير. نجدد ترحيب بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، ونتعرف معكم على مستجدات حركة السير في هذه الأثناء في الطرق المختلفة، ويطلعنا عليها الملازم أول صالح حمود اليافعي، ضابط التحكم المروري بمركز القيادة الوطني. الملازم أول صالح، صباح الخير. صباح النور، يا هلا ومرحبا، حياك الله. نتعرف منك على مستجدات حركة السير في هذه الأثناء. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نبدأ بالخط الأمامي للكورنيش على ما نشاهده من الكاميرات المرورية، تكون في الحركة انسيابية باستثناء إشارات رأس بعبود إلى إشارات الديوان الأميري، تكون فيها كثافة سيارات حاليا. وننتقل بعد ذلك للخط الخلفي للكورنيش، تكون في الحركة انسيابية باستثناء إشارات برزان وإشارات المها، تكون فيها كثافة سيارات حاليا. وننتقل بعد ذلك للدائرة الثالث، تكون فيها حركة انسيابية باستثناء إشارات الأندلس وإشارات رمادة، تكون فيها كثافة سيارات حاليا. وننتقل بعد ذلك إلى الخطوط السريعة متمثلة في طريق 22 فبراير وطريق سلوى، تكون فيها الحركة طبيعية. وننتقل بعد ذلك إلى مدينة الريان متمثلة بإشارات الفروسية وإشارات السواقة وإشارات المناصير، تكون فيها الحركة طبيعية. وننتقل إلى مداخل ومخارج الصناعية، تكون فيها الحركة طبيعية. وفي الختام نرجو من السادة المستمعين والمشاهدين الالتزام بقوانين وقواعد المرور، ونتمنى لكم السلامة. مع تحيات الإدارة العامة للمرور. يعطيك ألف عافية. الملازم أول صالح حمود اليافعي، ضابط التحكم المروري بمركز القيادة الوطني، شكرا جزيلا لك، ونتمنى السلامة للجميع. وطني الحبيب، صباح الخير. أسعار الأسماء والخضار. حياكم الله أعزائي المستمعين، أعزائي المشاهدين، والآن مع قائمة بأسعار الأسماك والخضروات والفواكه لهذا اليوم صادرة عن وزارة التجارة والصناعة. نبدأ بقائمة أسعار الأسماك. الجنعد
الكبير ب 38، الوسط ب 44، والصغير ب 50. الهامور الكبير ب 47، الوسط ب 68، الصغير ب 58. الصافي الكبير ب 38، الوسط ب 33، الصغير ب 21. الصافي الغزل الكبير ب 51، الوسط ب 42، والصغير ب 32. الشعري الكبير ب 23، الوسط ب 20، الصغير ب 14. الشعري الأحمر الوسط ب 22، والصغير ب 17. الربيب الكبير ب 20، والوسط ب 26، والصغير ب 37. الزبيدي الكبير ب 16، الوسط ب 24، والصغير ب 31. الخثاق الكبير ب 32، أم الربيان الكبير ب 59. القبقب الحيلاني الكبير ب 26، الوسط ب 19، والصغير ب 12 ريال. القبقب المكن الكبير ب 35، الوسط ب 27، والصغير ب 12. النيسر الكبير ب 15، الوسط ب 12، والصغير ب 6 ريال. الكوفر الكبير ب 19، وكذلك الوسط، والصغير ب 13 ريال. الفرش الكبير ب 13، والوسط كذلك، والصغير ب 10 ريال. الجش الكبير ب 14، والوسط ب 20، والكبير ب 21. الفسكر الكبير والوسط ب 17 ريال، والصغير ب 10 ريال. القرقفان الكبير والوسط ب 15، والصغير ب 12. البدح الكبير ب 30، الوسط ب 24، والصغير ب 16 ريال. الينم الكبير والوسط والصغير ب 6 ريال. الحمام الأبيض ب 26، والأسود ب 37. السكن الكبير ب 26، الوسط الوسط ب 24، والصغير ب 19 ريال. الجد الكبير ب 15، والوسط ب 16، والصغير ب 18 ريال. البسار الكبير والوسط ب 8 ريال، والصغير ب 6 ريال. السمان الكبير ب 30، والوسط ب 33، والصغير ب 18 ريال. الكرفة الوسط ب 20. الكراري الكبير والوسط ب 21، وكذلك الصغير. السولي الكبير والوسط ب 15، والصغير ب 13. اللدن الكبير والوسط ب 23، والصغير ب 16. السلطان ابراهيم الصغير ب 29. الجيمي بكل انواعه ب 6 ريال. الحمره الكبير والوسط ب 31، والصغير ب 20. التبان الكبير ب 17، والوسط والصغير ب 15 ريال. واخيرا اليريور الكبير والوسط ب 9 ريال، والصغير ب 6 ريال. بالنسبة للخضروات، الطماط القطري العبوة البلاستيك فيها 6 كيلوغرامات ب 18 ريال، والكيلو ب 3 ريال. الخيار القطري الكرتون 6 كيلوغرامات 18 ريال، والكيلو ب 3 ريال. الباذنجان القطري البلاستيك 6 كيلوغرام ب 24 ريال، والكيلو ب 4 ريال. الزهر الإيراني العبوة البلاستيك 7 كيلوغرام ب 27 ريال، والكيلو ب 4 ريال. الملفوف القطري عبوة بلاستيك فيها 8 كيلو ب 11 ريال، والكيلو بريال ونص. الخس الإيراني العبوة البلاستيك 10 كيلو ب 35 ريال، والكيلو ب 3.5. البصل الأحمر الباكستاني كيس وسط فيه 8 كيلو ب 20 ريال، والكيلو بريالين ونص. البطاط الباكستاني كيس صغير فيه 4 كيلو ب 10 ريال، الكيلو بريالين ونص. الثوم الصيني الكيس فيه 4 كيلو ب 24 ريال، والكيلو ب 6 ريال. بالنسبة للفواكه، التفاح السكري نيوزيلندي الكرتون 18 كيلو ب 130 ريال، والكيلو ب 7.5. التفاح الأحمر الإيراني الكرتون 16 كيلو ب 48 ريال، الكيلو ب 3 ريال. الموز الإكوادوري الكرتون في 14 كيلو ب 62 ريال، الكيلو ب 4.5. البرتقال فالنسيا اللبناني العبوة البلاستيك فيها 6 كيلو ب 18 ريال، والكيلو ب 3 ريال. المانجو الفونس هندي كرتون فيه 2 كيلو ب 22، والكيلو ب 11 ريال. الليمون التركي الكرتون فيه 10 كيلو ب 30 ريال، والكيلو ب 3 ريال. العنب الأحمر التشيلي الكرتون فيه 9 كيلو ب 70 ريال، والكيلو ب 8 ريال. الكيو الإيطالي كرتون فيه 3 كيلو ب 27 ريال، والكيلو ب 9 ريال. الكرز اللبناني بريميوم الطبق الواحد طبعا في كيلو ب 14 ريال. والأناناس الفلبيني الكرتون فيه 10 كيلو ب 65 ريال، والكيلو ب 6 ريال ونصف. كانت هذه لائحة بأسعار الأسماك والخضروات والفواكه صادرة عن الأخوة في وزارة التجارة والصناعة. يعطيك ألف عافية زميل محمد، ما قصرت. وننتقل مباشرة لزميلنا محمد السندي وفقرة جرائدنا، التي من خلالها نتعرف على أهم وأبرز عناوين وأخبار الصحف المحلية لهذا اليوم. محمد صباح الخير. صباح النور زميلتي ليلى، صبح عليك وعلى زميل محمد وعلى مستمعينا مشاهدينا الكرام بالخير، وحياكم الله في هذه الإطلالة اليومية للتعرف على أهم وأبرز وآخر ما جاء في صحفنا المحلية.
جرايدنا. نبدأها معكم من الراية، وفي خبر تحت عنوان الدكتور المسلماني لا مانع من الانتقال للمرحلة الثانية من رفع القيود. حيث أكد الدكتور يوسف المسلماني المدير الطبي لمستشفى حمد العام أن انخفاض أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا كوفيد-19 يبشر بالانتقال إلى المرحلة الثانية من الرفع التدريجي للقيود. وإلى صحيفة الشرق، الجمارك تنظم ورشة إقليمية حول تعزيز القدرات الجمركية في المناطق الحرة. حيث نظمت الهيئة العامة للجمارك ممثلة في مركز التدريب الجمركي أول ورشة عمل إقليمية عن بعد ضمن خطة بناء المقدرة الإقليمية 2020-2021 بعنوان المناطق الحرة لشمال أفريقيا والشرق الأوسط والأدنى. في الشرق أيضا، متحف الفن الإسلامي يطلق مشروع تحسين وتطوير المرافق التابعة له. حيث أعلن متحف الفن الإسلامي إحدى المؤسسات الرائدة في الفن الإسلامي في العالم عن إطلاق مشروع تحسين المرافق التابعة له وإعادة تصور وتركيب صلاة العرض الخاصة بالمجموعات الدائمة، مما يوفر تجربة وخبرات تعليمية وثقافية أكثر تفاعلا وسهولة. ومن صحيفة الوطن، الثقافة والرياضة تطلق دليل الخدمات الشبابية. حيث تستعد إدارة الشؤون الشبابية ممثلة بقسم تنظيم وتطوير العمل الشبابي في وزارة الثقافة والرياضة لإطلاق حزمة من الخدمات الشبابية لتضاف إلى الخدمات الرياضية والثقافية التي تقدمها الوزارة حالياً. وإلى صحيفة العرب، جلسات لتوعية الحوامل والمرضعات بالتطعيم ضد كورونا. حيث أطلق مركز صحة المرأة والأبحاث جلسات توعية وإرشاد لتعزيز الحصول على التطعيم المضاد لفيروس كورونا كوفيد-19 بين السيدات الحوامل والمرضعات بهدف دعمهن وتقديم المعلومات الدقيقة التي تعتمد على الأدلة العلمية قبل حصولهن على التطعيم. مستمعين ومشاهدين الكرام، هذا ما كان لدينا في فقرة جرائدنا لليوم. ولقراءة المزيد من اخبار وتفاصيلها يمكنكم الاطلاع عليها من خلال صحفنا المحلية الأربع، الشرق والوطن والعرب والراية، في نسختيها الورقية والإلكترونية. والآن عودة لزميلينا محمد وليلى في الاستوديو. يعطيك ألف عافية زميلنا محمد، السنة دي ما قصرت، أطلعتنا على أخبار مهمة ومنوعة من صحفنا المحلية لهذا اليوم من خلال فقرة جرايدنا. ومستمعينا ومشاهدينا الكرام، متواصلنا معكم بإذن الله حتى 9:30 في برنامجكم وطني الحبيب صباح الخير. ونذكر بأن اليوم راح يكون معنا ضيف في استوديو برنامج وطني الحبيب صباح الخير، هو العقيد الدكتور محمد راضي الهاجري، مدير إدارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور. وفي هذا اللقاء نستكمل فتح الملفات المرور من خلال طرح أسئلتكم واستفساراتكم في حلقة اليوم. وطني الحبيب صباح الخير. يا لا 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 وبأمان وأمن الله يعود يوم الوطن جعله يعود وبأمان وأمن
حياكم الله أعزائي المستمعين، أعزائي المشاهدين أينما كنتم، مرة أخرى مع برنامج وطن الحبيب صباح الخير. نحن معكم على الهواء مباشرة حتى 9:30 بإذن الله. إن شاء الله بعد قليل ينضم إلينا في الاستديو العقيد الدكتور محمد راضي الهاجري، مدير إدارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور، للرد على الملاحظات والاستفسارات التي وردت في البرنامج خلال الفترة الماضية. وبإمكانكم طبعا التواصل مع العقيد الدكتور محمد راضي الهاجري عبر هاتفنا 443-443-44، وكذلك الرسائل النصية القصيرة على 92666 والواتساب على 333-09933، يعني الاستفسارات والملاحظات التي بودكم طرحها بإمكانكم طرحها على الدكتور أو العقيد الدكتور محمد راضي الهاجري مباشرة على الهواء. ولكن قبل ذلك طبعا وصلنا رد من الأخوة في وزارة التجارة والصناعة من إدارة العلاقات العامة والاتصال، فيه ردود حول مجموعة من الملاحظات التي وردت إلى البرنامج خلال الفترة السابقة. طبعا رد تهديكم إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة التجارة والصناعة أطيب تحية، متمنين لكم دوام التوفيق مزيد من النجاح. بالإشارة للملاحظات والشكاوى الواردة عبر برنامجكم تجدون طبعا هذه الردود حول الملاحظات والتساؤلات التي وردت من المستمعين الكرام. رسالة نصية واردة بتاريخ 4 أبريل يقول من قبل السيد أبو عبد العزيز، يتساءل فيها هل يجوز أن يقوم صاحب محل تجاري بحجز عدد 3 مواقف للسيارات أمام محله، هل يعتبر مخالف أم لا؟ نفيدكم علما بأن هذا الموضوع لا يدخل من ضمن اختصاصات الوزارة، بل يعد من اختصاص الإدارة العامة للمرور طبعا من وزارة الداخلية وكذلك ووزارة البلدية والبيئة. نعم، أيضا فيما يخص مداخلة السيد أبو محمد بتاريخ 5 أبريل، والذي اشتكى على إحدى شركات الشحن المعروفة بالدوحة، حيث قام بطلب شحنة من الخارج عن طريق الأونلاين، وبعد وصولها تبين بأن الشحنة غير كاملة. نحيكم علما أنه تم التواصل مع العميل والاستيضاح منه، حيث أفاد بأنه قد قام بتقديم الشكوى من خلال الخط الساخن لإدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، ولكن لم يتم تسجيل الشكوى من قبل الخط الساخن لعدم اختصاص الإدارة بمثل هذه الشكاوى، وذلك لأنه تبين أنه قام بعملية الشراء عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة والتي مقرها خارج دولة قطر، وقام بالدفع الإلكتروني للتوصيل السريع للشحنة عن طريق إحدى شركات النقل المعروفة، إلا أن الشركة قد أوصلت الشحنة متأخرا، ومن ثم قامت الشركة بتوضيح بعض المشاكل التي صادفت الشحنة وقد تفهم العميل ذلك. وبشأن مداخلة السيد أبو عبد الله بتاريخ 24 مايو حول فتح المجال للمستهلكين للشراء من ساحة مزادات السيلية للخضار والفاكهة، واقتراحي بتوفير دكتور آخر لفحص الأسماك لزيادة كمية الأسماك في مزاد سوق السمك الموجود بالوكرة. نوضح طبعا بشأن عدم السماح للمستهلكين بالدخول لساحة مزادات السيلية للخضار والفاكهة، وذلك بناء على الأوامر الصادرة من وزارة الصحة بسبب جائحة كورونا كوفيد-19، واستنادا إلى القانون رقم 3 لسنة 1992 بتنظيم أعمال الدلالة لبيع الخضروات والفواكه والأسماك والمأكولات البحرية في السوق المركزي. أما فيما يخص توفير دكتور لفحص الأسماك بسوق الوكرة فهو من اختصاص وزارة البلدية والبيئة. نعم، أما مداخلة السيد بحسين الذي طالب فيها بإعطاء أولوية للأرامل والمطلقات والمتقاعدين من ذوي الدخل المحدود للاستفادة من محلات سوق السمك الموجودة في الخور، نفيدكم علما أنه توزيع المحلات بالأسواق المركزية تكون تحت إشراف ومتابعة إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بالوزارة وزارة التجارة والصناعة، ويتم توزيعها بالقرعة العلنية. أما فيما يخص إعطاء الأولوية للأخوات الأرامل والمطلقات والمتقاعدين من ذوي الدخل المحدود، فإن هناك العديد من الأنشطة التجارية المرخصة من قبل وزارة التجارة والصناعة، مخفضة الرسوم، ترخيص المشاريع المنزلية والتي يكون فيها تخفيض على كلفة تجهيز المحل التجاري، ويسمح لممارس النشاط بأن يزاول نشاطه من المنزل. كما وردت مداخلة من قبل السيد بوصقر بتاريخ 7 يونيو بخصوص السيارات المكشوفة المحملة بمواد التموين الاستهلاكية،
نحيطكم علما أن الوزارة حريصة كل الحرص على سلامة المواد الغذائية والمحافظة عليها بتخزينها في مخازن مكيفة بحسب اشتراطات وزارة البلدية والبيئة. والجدير بالذكر أن نقل المواد التموينية والأعلاف المدعومة من المخازن إلى مواقع الصرف هي من مسؤولية الموزعين، وبدورها تحرص الوزارة على عدم خروج السيارات المحملة بالمواد التموينية من المخازن إلا بعد تغطيتها بشكل تام ومحكم، ويمنع دخول سيارات النقل إلى المخازن لاستلام المواد في حال كانت وسيلة النقل غير صالحة لنقل المواد التموينية والأعلاف. أما فيما يخص نقل المواد التموينية بعد خروجها من المخازن فإنها لا تدخل ضمن اختصاصات الوزارة. وفي الختام يسعدنا أن نتوجه بالشكر إلى أسرة برنامج وطن الحبيب على جهودهم المقدرة في سبيل خدمة الوطن وإتاحة الفرصة لنا للرد على الاستفسارات، وتدعو وزارة التجارة والصناعة المستهلكين لمتابعة النصائح والإرشادات التوعوية التي يتم نشرها على الموقع الإلكتروني للوزارة. كما يمكن للمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وتقديم الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات عبر قنوات التواصل التالية: طبعا مركز الاتصال 16001، حسابات وزارة التجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، مع تحيات إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة التجارة والصناعة. شكر الأخوة في وزارة التجارة والصناعة وتحديد في إدارة العلاقات العامة والاتصال على هذه الردود حول مجموعة من الملاحظات والشكاوى والاستفسارات التي وردت إلى البرنامج خلال الفترة السابقة. وطن الحبيب، صباح الخير. بلادي يا هنا عمري ونور النور في صدري، أحبك وأحيا في ظلك ونادي بلادي كيف أوفيلك وإنتي
فرحة عيوني حبيبي والفرح انتي وشعري وجنوني بديت ارقى المعالي لاجلك كون قادر حبك لحبي يا حنون بديت ارقى المعالي لاجلك كون قادر حبك لحبي يا حنون وطني الحبيب صباح الخير. حياكم الله أعزائي المستمعين مرة أخرى، هذه عودة لبرنامجكم وطني الحبيب صباح الخير. وطبعا هذه الفقرة نواصل من خلالها فتح موضوع المرور من خلال عرض استفساراتكم وأسئلتكم الهامة على الجهة المعنية. نعم زميل محمد، حيث وصلتنا الكثير من الأسئلة والاستفسارات الموجهة للإدارة العامة للمرور والتي تعمل دائما على التواجد معنا لتقديم النصيحة والإجابة المتكاملة التي تساهم في نشر الوعي المروري في الدولة. أعزائي المستمعين أعزائي المشاهدين، رحبوا معنا بالعقيد الدكتور محمد راضي الهاجري مدير إدارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور. حياك الله دكتور محمد. مرحبا، حياك الله وصبحكم الله بالخير أنتم وإخواننا المستمعين كذلك المشاهدين. شكرا لك أخوي محمد الأخت ليلى على الاستضافة. يعطيكم العافية ونشكركم صراحة على تجاوبكم الدائم صراحة مع البرنامج وكل ما يرد للبرنامج وحضوركم للاستديو بشكل تقريبا أسبوعي للرد على الملاحظات. يعطيكم العافية دكتور. دكتور، يعني لدينا مجموعة من الملاحظات والاستفسارات التي وردت سواء خلال الأسبوع الماضي أو حتى من الأسابيع السابقة والتي لم نستطع طرحها عليكم خلال الأسابيع السابقة، ولكن دعنا نبدأ مع موضوع يمكن يؤرق الجميع، الحوادث المرورية التي تكون نتيجة مثلا سرعات عالية أو انشغال عن الطريق بأشياء أخرى والتي تسبب لا سمح الله في حوادث مميتة في بعض الأوقات. أولا ضمان الأمن والسلام على الطريق هي من الأهداف الاستراتيجية اللي وضعتها وزارة الداخلية كأهداف استراتيجية من عدة أهداف تتعلق بالأمن العام وتتعلق بالسلامة العامة وتتعلق باللي هو السلام على الطريق. لا يخفى عليكم أن الحوادث المرورية تشكل عندنا ناقوس الخطر إذا ما زادت وأدت إلى لا سمح الله وفيات أو إصابات بليغة، قد نفقد فيها أحباء أو يعني مستخدمي طريق، يعني يكونون يعني حتى لو يكونون من أسرتك أو من أسر الآخرين هي تعتبر الأسرة أسر للكل. أي مخالفة مرورية ترتبط بسرعة وترتبط بانشغال عن الطريق وعن التركيز تؤدي إلى حادث مروري لا يحمد عقبة. فمثلا احنا نقول مثلا الاصطدام من الخلف، الانشغال بالهاتف، الانحراف عن الطريق، اذا كان مغرون بالسرعه الزائده فالسرعه هذه تضاعف نسبه الاصابه وتضاعف نسبه يعني الحديه في الحادث، يعني ممكن يؤدي الحادث الى وفاه، يؤدي الى اصابه بليغه. فلذلك احنا نشدد ونعيد ونكرر بأن السرعة الزائدة هي سبب رئيسي من أسباب ازدياد الوفيات
وازدياد الإصابات البليغة، الانشغال بغير الطريق، عدم ترك مسافة، الانحراف، أي مخالفة مرورية أخرى سبب من أسباب الحوادث. لكن زيادة الوفيات في الحادث هذا من عدمه السرعة تشكل العامل الرئيسي فيه، بمعنى إذا اقترنت السرعة بمخالفة عدم التركيز، إذا اقترنت السرعة بمخالفة عدم ترك مسافة كافية، إذا اقترنت السرعة بمثلا عدم تأمين الحمولة، أي مخالفة أخرى من مخالفات قانون المرور واقترنت السرعة فيها وشكل حادث مروري، السرعة بتضاعف الإصابة في الحادث المروري وبتضاعف نسبة الوفيات وبتزيد أعداد الوفيات. لذلك احنا نشدد على جميع مستخدمي الطريق، من أبنائنا، من الآخرين، من أي واحد مستخدم الطريق، خاصة من قائدي المركبات، بأخذ الحيطة والحذر، وخاصة في السرعات الزائدة. السرعة ما راح بتكلفك أكثر مما تستفيد منها. حتى في الوصول، يعني كل السرعات الآن اللي مقررة في 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 الدولة لحد معين، بعد ذلك أي مخالفة سرعة نتشدد في يعني أخذ الإجراء اللازم فيها. فمثلا إذا كانت السرعات على شارع معين لسرعة 120 وتم ضبط الشخص بقيادة المركبة فوق 180، فإحنا هنا نرفض التصالح ونرفع الموضوع إلى المحكمة ليأخذ الإجراء اللازم. ليش حنا نسوي الإجراء هذا؟ حماية لك من أي حادث مروري قد يتسبب في وفاة الشخص نفسه، لأننا يهمنا أن لا يقع الحادث المروري، ويهمنا أكثر أنه لو وقع حادث مروري لا سمح الله ما يكون في نسبة إصابات ولا في وفيات، لكن السرعة تزيد هذه النسبة سواء الإصابات أو الوفيات. فلذلك أنصح نفسي وأنصح لأخواني وأبنائي مستخدمي الطريق بأخذ الحيطة والحذر، خاصة في السرعة وفي الأجواء هذه بعد. نعم، يعني في النهاية هو يعني خوف على حياة مستخدمي الطريق. بالضبط. وإذا كان هذا الشيء مثلا يعني مقرون باستخدام مثلا سيارة معينة معدة لاستخدام في المناطق البرية، وسيارة مزودة بعجلات البالون مثل ما تفضلتوا قبل شوي، نعم، واليوم أو الحرارة عالية على الطرقات، فتخيل لما يكون الإطار بدرجة حرارة عالية أعلى من درجة حرارة الجو، والشارع له درجة حرارة عالية، فنسبة التحكم في السيارة في حالة حدوث أي طارئ لك يعني تكاد معدومة، يعني كأنك أنت رايح لنفق مظلم وبسرعة زائدة. فإحنا نقول اهتم في نفسك، اهتم في أخذ الحيطة والحذر، ولازم تحط في بالك أنك أنت يعني نرجع الكلمة أنك أنت يعني مهم بالنسبة لأفراد أسرتك وأنت راس مال المجتمع يعني بشكل عام. والله لما نسمع حوادث عن حوادث وفيها وفيات، الكل يعني يستاء فعلا ويحزن. والله الكل يحزن، يعني سواء احنا كمؤسسة او كجهة في يعني حكومية منوط فيها حفظ الامن والنظام على الطريق، او كمستخدمي الطريق، او كافراد من المجتمع، يحزننا الكلام هذا ولا يسعدنا اصلا وجود اي حادث مرور. كيف اذا كان الحادث هذا مغروم في حادث وفاة او مغروم في اصابة بليغة؟ فلذلك احنا نشدد ونعيد ونكرر، ويعني نطلب من مستخدمي الطريق خاصة أبنائنا حديثي الحصول على الرخصة في أخذ الحيطة والحذر. ومثل ما قلت أنت، يعني إذا كنت أنت مهم لأهلك ومهم لأفراد مجتمعك، مهم للدولة ككل، يعني أنت مش مهم، يعني مش لا تحسب لنفسك أنك في عالم بنفسك أو أنت تتحمل طيب مسؤوليتك، وهذه ليست من صفات يعني حميدة إذا أنت تتفكر في نفسك، هذه فيها نوع من. نعم. دكتور، في موضوع ثاني، يعني لو قلنا الحوادث والشباب والسرعات الزايدة، لكن يعني إحنا كأسر أولياء أمور لنا دور. أكيد أكيد دور الأسرة مهم
في 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 مراقبة وتقويم يعني أبنائهم في خاصة في فيما يخص استخدام الطريق، سواء إذا كانوا أطفال يعني وبيعبرون الطريق أو بيستخدمون يعني على مستوى الدراجات أو الخروج من المنزل أو يعني الظواهر هذه الجديدة سكوترات أو غيره، أو على مستوى يعني أبنائهم الآن في الحصول على رخصة. يعني الحين نشهد يعني مجموعة من أبنائنا الطلبة توم متخرجين من الثانوية العامة، نعم، وأكثرهم يعني مكافأة للنجاح تكون سيارة، سيارة ورخصة، نعم. فلا تكون هذه المكافأة هي نقمة عليه، فإحنا نقول يعني يعني قد ما يعني يعني ما نقدر، أن لازم نستفيد من المميزات اللي عندك، أنك تستفيد منها في الذهاب إلى الجامعة، تستفيد منها إذا الذهاب إلى عمل أو كلية أو غيره، لكن لا تعكسها في اتجاه آخر قد يؤدي إلى مثلا لا سمح الله إصابة دائمة، أو يؤدي إلى حادث بليغ، أو يؤدي إلى لا سمح الله وفيات، وتفقد نفسك وتفقد أسرتك، وتكون هذه النعمة نغمة عليك، نعم، عليك وعلى أسرتك وعلى المسلمين. الرقابة من قبل أولياء الأمور، وهذه يعني الأسرة والمسجد والمدرسة من وسائل التوعية الراجعة لنا في استخدامها في توصيل رسالة توعية، لكن يجب أن يتكاتف الجميع في إيصال رسالة توعية. في بعض الأحيان الرسالة التوعوية بدون كلام، يعني بفعل معين، يعني بربطك للحزام هذه رسالة من رسائل التوعية المرور، بعدم يعني مخالفتك لقانون المرور سواء المخالفات السلوكية أو المخالفات اللي تكون فيها مثلا تؤدي إلى حوادث لا سمح الله، هذه يعني رسالة توعوية. يعني الأب لما يجي يبحث له عن موقف ولا يلقى يعني يلاقي له موقف ويروح يوقف في موقف المعاقين، هذا وصل رسالة سيئة لابنه، صحيح، وللجميع اللي معاه في السيارة انه وقف في اي مكان. فانت زرعت المخالفة من بدايتها في 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 مخيلة الطفل هذا. والعكس صحيح، اذا انت احترمت قانون المرور واحترمت النظام وخليته هذا وازع عندك وثقافة وقيمة من القيم الاحترام النظام السير في البلد، بالعكس انت وصلت رساله يعني اخرى وايجابيه للمستخدم او القائد المستقبلي، هذا بكره بيصير سائق هذا المستقبل. فلما يكون ابوه قدوته في الاعمال يعني الحسنه الخاصه في المرور وغيرها، بيكون تربيه الابن تربيه يعني سليمه، ويعني فيها مزيد من القيم اللي احنا مفروض يعني نوصلها للأب قبل أن نوصلها للأب. نعم، الله يحفظ الجميع إن شاء الله من شر الحوادث من خلال الالتزام بالقواعد والقوانين المرورية من قبل الجميع. وتسمح لنا العقيد دكتور محمد راضي الهاجري نبدأ باستقبال المداخلات الهاتفية. معنا هذه المداخلة من يوسف. يوسف صباح الخير. صباح النور أخي ليلى، وصباح الخير أخوي محمد، وصباح الخير يا طول العمر الدكتور محمد الهاجري، يعطيكم العافيه ويعطيك العافيه ويعطيك العافيه في ليلى طبعا. الله يعافيك الدكتور، ما قصر صراحه وكفى ووفى. والان انا بغيت اساله، وهاي لرابع مره او خامس مره تقريبا، تفضل. ان لحد الان يا دكتور في اشخاص مستهترين في طلوع اولادهم او بناتهم من من من, من, من الشباك في اثناء القياده في 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 طريق العام، وسرعة جونية ونطلع الياهل برا وبخليه على كيفه وعلى مزاجه. جيت أنا وقفت، هذا كان أمس، جيت أنا وقفت على خط الشمال بعد الخور، وقفت كلمته قال لي أنت شرطي؟ قلت أنا مدني، بس أنا مثل لك كأني أنا شرطي، اعتبرني أنا شرطي. إيه نعم، خير في شيء؟ قال لي خير. قلت له خير، شو وجهك؟ البنت إذا أنت ما تبيها إحنا نبيها، الدولة هي مسؤول عن 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 الأطفال، ودخل البنت داخل وبعدين تسعى على مزاجك. قال لي يا أخي هاي حرية شخصية. قلت له مو بحرية شخصية، هذه يسمونها استهتار وهمال في أولادهم، وهذه بنت روح دخلها داخل وبعدين تسعى بذل ما تبي. فرحت عنا قام سجل رقمي، قلت خلي سجل رقمي، يروح يشتكي علي يروح يشتكي علي. دكتور ملاحظة ثانية طول عمرك بخصوص الناس تمشي وطفون لتاتهم، أنا مستغرب يعني في كذا موتر، يمكن حوالي تقريبا 7 مواتر في اليوم انا
ألاحظ عليهم يعني في شارع السد، في كتارة، في الطريق العام هو المطار يوديك على خط الخليفوت والمعمورة، يعني والله بطريقة جميلة صراحة، يسمعون طافين ليطات، يجي يتكلم دكتور يجاد لك الكرام. فشنو الحل يا دكتور مع هذا؟ هذا لازم، أنا جدتك سابقا لو تكون مخالفة، طبعا أنا مض بس أنا كاقتراح إن تكون مخالفة 5000 على بدون ليطات سيارة، هذا شيء جيد منكم يا دكتور، وشكرا لك. يعطيك العافية، يعطيك العافية أخوي يوسف. والله يعني أنا أشعر بحرص أخوي يوسف على مسألة السلامة من الطريق، يعني اللي تكلم فيه عن خروج الأطفال، طبعا أكيد أن يعني هذا يخالف عليه القانون، وحتى جلوس الأطفال أقل من 10 سنوات في 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 الكرسي الأمامي يخالف عليه القانون. كيف ان عياله يطلعهم من الفتحه او يطلعهم من 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 دريشه، او بعضهم يحطه في حضنه ويخليه هو يقود معاه المركبه؟ طبعا هذا الكلام مرفوض رفضا تاما، وجميع يعني ما تفضل فيه اخوي يوسف ينم عن حرصه الشديد. طبعا بالنسبه لهذه مخالفاتها يعني أنا أشكره وأقول يعني ياريت يتواصل معنا أول بأول، يعني إذا شاف مثل هذه المخالفة يتم رصدها، ويعني وعنده طريقتين في التواصل، يا إنه يتصل على طول على غرفة العمليات رغم 1-3 ساعات بيحولون على كونسول المرور، أو إنه يخالف عن طريق مطراش وبتوصلنا المخالفة. كذلك بالنسبة لإطفاء الأنوار، طبعا نرصد مثل هذه المخالفات، سواء المخالفات اللي تكون إطفاء الأنوار عمدا أو إطفاء الأنوار عدم، يعني مش إطفاء الأنوار عمدا، عدم الإشعال الأنوار. يعني في بعض الأحيان بعض السيارات أو المركبات الأنوار فيها على النظام أوتوماتيكي، نعم. يعني آلي، يعني آلي مجرد ما تغيب الشمس بالضبط. وفي بعضهم لا يعطي، يعني يسهى أو ينسى، فهذا يعتبر مخالف لقانون المرور، ويعني هي سلطة تقديرية للشخص المخالف إذا كان في المكان أو في الموقع. لكن إطفائها بعد إشعالها، يعني تطفي الليتات وانت في، يعني مثلا طالع من البيت وبعدين مسكتك يعني طريق يعني سريع وأطفأت الأنوار عمدا وأجريت سباق مع سيارة أخرى، فهذا أطفاء الأنوار عمدا، وسواء كان مغروم بسرعة أو مغروم بسباق أو غيره، هذه حددت المادة 88 من قانون المرور بعض الإجراءات التي يجوز فيها لمدير المرور بتوقيع الحجز على المركبة من يوم إلى 90 يوم. بالنسبة لتشديد العقوبة في زيادة الغرامات إلى 5000 ريال، فهذه يعني العقوبات يعني نصت عليها أما مادة العقوبات في قانون المرور، وكلها بأسعار معينة، وإذا في تعديل لازم يكون في تعديل تشريعي في في في, في القانون نفسه. نعم. معانا أبو علي. أبو علي صباح الخير. مرحبا، صباح النور. حياك الله. وعلى الأخ الدكتور العقيد محمد راضي وعلى المستمعين جميعا. يا مرحبا فيك أبو علي، تفضل. طال عمرك. تعطيني مجال شوي. تفضل، معك العقيد الدكتور محمد راضي الهاجري. صباح على الدكتور محمد. وطبعا أنا قد المواضيع اللي قد ناقشت فيها عاده ملاجئ في المرور القديم، الصراحة أنا قد تقابلت أنا وياه وعنده نظرة ثاقبة في هذه المواضيع كلها نتكلم، ولكن نذكر فن الذكرى تنفع المؤمنين، ولا هذا الموضوع عاده ملاجئ في المرور القديم تناقشنا في هذا الموضوع، عنده فكرة تامة. أول فكرة السيارات القديمة اللي يمكن عليها 10 سنوات ما جددت، تشوف السيارة اصطبعت كسرة، يعني تشوف السيارة في الشارع تعبانة وبعضها يدخن وبعضها، وأغلبها السيارات البياكم حقات الوافدين والموافدين، هذا واحد. اثنين، المرة اللي فاتت تكلمنا عن الشاحنات، فعلا هو جزاه الله خير فكرني أتكلم عن البيئة. أنا عارف أن البيئة مسؤولية البيئة البلدية والبيئة،
ولكن جزاه الله خيرا اللي لافت نظرك هذا الشيء. بالنسبة كلامي عن الشحنات مرة اللي فاتت عن الشحنات اللي في الشارع اللي بتساقط منها الكنكري وتساقط منها الرمل وكل المستمعين الحين يشتون بذلك يدرون بهذا الشيء وهو عنده خبر والله يكرمكم. ونفس السيارات اللي تنقل الصرف الصحي بعضها تلقى فيه خلل في الحنفيات ويطشر على المارة وهذا ما حد يقبل على نفسه زين. وكذلك أشكر الأخ اللي قدامي في المكالمة هذه الظاهرة اللي يتكلم فيها يتكلم في ظاهرة شائعة وكلكم أنتم تدلوا عنها وأنتم كل هذا الشيء كلنا شفناه ومفروغ منه والمرور عنده خبر هذا الشيء ولكن نذكرهم أن الذكرى تنفع المؤمنين هذا اللي نلاحظه. جزاكم الله خير ونستنى ما تقصر يا أبو علي. جزاكم الله خير أبو علي يعطيك العافية أبو علي. أشكر أخونا أبو علي على الملاحظات هذه وجزاه الله خير على الكلام الطيب اللي ذكره. بالنسبة للسيارات القديمة وإحنا المحدد لنا في أي سيارة قديمة اللي هو قدرة المركبة هذه على 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 السير على الطرقات وتوافر شروط الأمن والمتانة واللي حدد هذه اللي هو إجراء الفحص الدوري السنوي للسيارات. وطبعا احنا عندنا قسم كامل للفحص الفني وهناك تعاون مع شركة فاحص في هذا الموضوع واسناد اعمال الفحص الفني لشركة فاحص يعني ادى الى يعني رفع مستوى السلامة وتوافر شروط السلامة في المركبات. طبعا وجود سيارة تمشي بدون استمارة هذا يعد مخالفة لقانون المرور ولائحة التنفيذية. لذلك في هناك كثير من عمليات الضبط المروري وعمليات يعني التفتيش اللي تحصل سواء في أماكن تواجد هذه المركبات ونحن يعني نعلم يعني في تواجد بعض الأماكن اللي يكون فيها هذه المركبات مثل المناطق الصناعية وغيرها ويكون هناك في حملات كثيرة يعني سواء كانت حملات على إذا هذه السيارة صارت مهملة فيكون حملات على إزالة هذه السيارات المهملة وفي تعاون كثير وكبير بيننا وبين الأخوية في حملة مشتركة يعني على أساس إزالة هذه السيارات وأزالوا كثير من السيارات وتم شطب الكثير كذلك من السيارات اللي مسجلة وهي هي ما تعمل على الطريق أو تعمل بصورة يعني غير سليمة لتواجد أو لاختراقها لأي عنصر من عناصر السلام على الطريق. أما فيما يخص يعني المركبة إذا كانت سواء 10 سنوات أو 20 سنة أو 30 سنة المعيار الفاصل بيننا وبينهم اللي هو اجتيازها لعمليات الفحص الفني. فمتى ما اجتازت المركبة الفحص الفني بالشروط والضوابط اللي موجودة في الفحص الفني سواء المتطلبات القانونية أو المتطلبات الفنية لأي مركبة فبعد تأمينها يدفع إذا كان عليها تأخير أو مغارمات أو خلافة ويكون تجديد المركبة. بالنسبة للشحنات الشحنات على فكرة فيها تفصيل. الشحنات فيها تفصيل في عملية نقل البضاعة سواء كانت بضاعات يعني أو بضائع جديدة أو قديمة أو الله يعزكم مخلفات سواء بناء أو مخلفات يعني سائلة أو ماي أو غيره. فهذه لها شروط وضوابط وإحنا ما نقول قضينا على الظاهرة لكن هي تختلف عن قبل 5 أو 6 سنوات من الآن. يعني ممكن تلاقيها في أماكن معينة لكن ما راح تلاقيها في كل مكان. فلذلك احنا الجهد قائم إدارة الدوريات التحقيق المروري قائمة على ضبط هذه الشاحنات إذا كانت مخالفة لقانون النقل أو مخالفة لقانون البيئة إذا كان هناك ما يخالف قانون البيئة وإحالته على الجهات المختصة بالتعاون مع
جميع الجهات المشاركة معنا في الطريق، سواء أشغال أو مواصلات أو وزارات الدولة البيئة أو البلدية. نعم. طيب العقيد دكتور محمد راضي الهاجري، مدير إدارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور، في إطار الحديث عن الشاحنات ذكر أبو علي موضوع الحمولة، لكن وصلتنا رسائل، وصلتنا مداخلات في الفترة الماضية تخص مشكلة المبيت المؤرقة لبعض سكان المناطق. ذكر بالأمس صاحب الملاحظة يقول في منطقة السيلية عندهم هذه المشكلة. أيضا من فترة وصلتنا يعني رسائل نصية وفي مدعومة بصور فيديوهات في مبيريتش أيضا وقوفها في الأماكن الغير مخصصة لها شاحنات والمعدات الثقيلة. نعم صحيح. احنا تكلمنا عن موضوع الشاحنات يعني قبل اسبوع او اسبوعين، وتكلمنا عن مبيت الشاحنات في اماكن السكنية. طبعا القانون واضح انه يحظر مبيت الشاحنات في الاماكن السكنية، وعليهم انهم يتوجهون الى مواقف الشاحنات، وفي كان في تعاون بين هيئة الاشغال والبلدية في توفير هذه الاماكن، وإن شاء الله يعني نشوف مزيدا من المواقف تكون موجودة على أساس استيعاب هذا الكم الهائل من الشاحنات والمعدات. عندنا اتصال. إبراهيم. إبراهيم صباح الخير. صباح الخير، يعطيكم العافية. الله يعافيك، حياك الله إبراهيم، تفضل. طال عمرك. وصبح على أخوي العقيد محمد راضي الهادي صراحة. مرحبا، حياك الله. وأنا صراحة يعني أنا بوصل رسالة، وأتمنى أن أعطي وقت وأتكلم فيه رسالة شكر لرجال المرور. أنا برجع بالذاكرة من 98 إلى اليوم، لو نشوف النقلة النوعية اللي تقوم فيها إدارة المرور. في السابق شنو نلاحظ؟ نلاحظ سيارة تمشي ودخانها وراء، نلاحظ سيارات اللي إصطابها مكسور، السيارة اللي خشمها منزل، واللي غيره وغيره. شوف اليوم التطور اللي صار، شوف اليوم التوعية المرورية وين وصلنا فيها، شوف اليوم وعي الشباب وين صار. اليوم ما تحصل ولا سيارة مثلاً سيارة قديمة، سيارة مغبرة، سيارة مقطوطة. صار في وعي، صار في إدراك إن إذا أنا سويت هالشيء بتخالف. في السابق ما كان في وعي، ما كان في إدراك، كان كل النظام عادي عادي مشي. اليوم السيارة ما تمشي إلا تكون نظيفة كامل، يعني بكامل فحصها الكامل. يعني أو أي سيارة توقفها في الشارع اليوم تحصل يحرص على الاستمارة، يحصل على رخصة القيادة. هاي كلها ندل على وين؟ أخوي محمد راضي ما شاء الله عليه يعني من سنين هو يحرص على هالموضوع، والشباب ربعهم دون قصور في الحد. يعني ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني أنا والله أحب أشكر رجال المرور على النقلة النوعية هذه اللي احنا فيها اليوم. يعطيك العافية إبراهيم، ما تقصر. عندك إضافة شيء ولا هو مجرد شكر؟ يعني أبدا بلا، مجرد شكر. يعطيك العافية إبراهيم، ما تقصر ما تقصر، حياك الله. احنا نشكر أخونا إبراهيم على هذه المداخلة الطيبة، وهذا حق يعني واجب علينا ان احنا نقوم بالإدارة العامة للمرور بتوجيهات من معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في تقديم جميع الخدمات وتسهيل جميع العقبات لجميع مستخدمي الطريق والمواطنين والمقيمين، كذلك في مسألة الضبط المروري ومسألة إجراءات الفحص الفني والتوعية المرورية. وهذا احنا نعمل من ضمن منظومة متكاملة في وزارة الداخلية وفق استراتيجيات معينة واهداف معينة ووفق يعني مقاييس اداء معينة. يعني احنا جميع الجهود هذه وجميع الاعمال اللي تقوم بها سواء الإدارة العامة للمرور او اي إدارة من ادارات وزارة الداخلية تخضع إلى مقاييس أداء، وتخضع إلى إشراف ورقابة سنوية، وتخضع إلى تقييم وتقويم لجميع الخطط اللي تكون عندنا على أساس أن تحقيق الهدف يعني المنشود من وجود هذه الخطط وهذه الاستراتيجيات. الكل له جهد يعني في تحقيق هذا المستوى، لكن احنا في المقابل لا نركن إلى يعني إلى وجود مستوى معين. احنا نطمح من الافضل والمزيد، ونطمح الى التميز في جميع الخدمات سواء في المرور او في غيره. ويعني هذا الشيء يعني اكيد انه في اوقات بيكون في عندك عدم تحقيق الهدف، او لا سمح الله يكون في اخفاق في 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 قصور معين او شيء، لكن يعني احنا يعني نجتهد
وإذا أصبنا فيعني فمن الله، وإذا أخطأنا فأنفسنا يعني. فإن شاء الله أن الكل يعني يكون له دور، سواء المستقبل في إجراء في رسائل التوعية. يعني لو لم يكن هناك استقبال جيد من مستخدمي الطريق لما نجحت رسالة التوعية المرورية، والعكس صحيح. أنت مهما تعمل رسائل توعوية أو مهما تعمل نصح أو إرشاد، إذا الشخص اللي أمامك يعني لم يكن مستعدا لاستقبال هذه الرسالة، لم تحقق النتيجة. فالكل له دور في تحقيق مستوى معين من السلامة المرورية. احنا ننشد ان السنة هذه والسنوات القادمة يعني نوصل الى ارقام، نتكلم عن اللي هو اللي همنا اللي هو الوفيات، نوصل الى ارقام منخفضة عالميا. احنا حققنا ارقام قياسية في معدلات الوفيات المرورية في انخفاضها، لكن احنا نطمح ان نوصل الى مرحلة صفر لحوادث الوفيات في الناتج عن المرور. حوادث المرور دام في مركبات أكيد بيكون في حوادث، لكن نسبة الإصابة ونسبة الوفاة في الحادث نفسه، هذا هو هدفنا، وهذا هو يعني اللي احنا نحرص عليه في السلامة على الطريق من خلال هذه الرسائل التوعوية وهذه الإجراءات اللي تكون في الشارع، من إجراءات الضبط المروري ومن القوانين والقرارات اللي تؤدي إلى رفع مستوى السلامة المروري. عموما طبعا العقيد الدكتور محمد راضي الهاجري، مدير إدارة التوعية المرورية وبالإدارة العامة للمرور. نتوقف مع فاصل إعلاني نعود بعده، ابقوا معنا. مرحبا فيكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام، عودة لكم، عودة لبرنامجكم وطني الحبيب صباح الخير، عودة لضيفنا في الاستوديو العقيد الدكتور محمد راضي الهاجري، مدير إدارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور، لاستكمال المحاور المرورية المتشعبة والكثيرة، واللي ما شاء الله العقيد الدكتور دائما تكون هناك محاور عديدة من بينها موضوع الأطفال ونقطة الأطفال اللي أكدوا عليها الأخ يوسف وأيضا أبو علي، وعدم يعني وعي بعض أولياء الأمور في خطورة ذلك. إحنا ممكن نأخذ منك شرح مفصل بقوانين ركوب الأطفال للسيارة والأماكن الآمنة لهم؟ طبعا الأطفال هناك فئات عمرية معينة، يعني في حديثي الولادة، وفي يعني الأطفال اللي فوق يعني سن 3 سنوات اللي يستطيعون الجلوس، وفي الأطفال اللي أكبر من 10 سنوات، وهذولا يعني أقل من 10 سنوات مجملا لا يجوز لها الركوب في المقعد الأمامي. نعم. اللي هو جنب السائق. ما دون ذلك يكون في المقاعد الخلفية. طبعا ألزم قانون المرور بعدم جلوس الأطفال أقل من 10 سنوات في المقاعد الأمامية، لكن بالنسبة للمقاعد الخلفية ووجود الأطفال في الكراسي المخصصة لهم، فهذه هي عملية استرشادية وعملية نقوم في إدارة العمل المرور بالتعاون مع الجهات الأخرى في مؤسسة حمد، من نشر بعض يعني اللي كنا نتكلم فيه تحت الهواء، اللي هو القيم في استخدام كراسي الأطفال سواء حديثي الولادة أو كراسي الأطفال اللي فوق 3 سنوات. وما يشكل هذا الكرسي من تعزيز للسلامة وسلامة الأطفال خاصة. نجد أن بعض المركبات تكون مجهزة في أماكن خاصة. صحيح. لهذه المقاعد، سواء اللي أنا أتكلم عن المقاعد الخلفية. صحيح.
وتكون هناك فيه ثقافة اللي هو استخدام الكراسي الأطفال في دول أخرى. وإحنا نشوف يعني لما يعني بعض الإخواننا لما يسافرون برا في الدول الأوروبية وغيره يلزمونهم لما يكون يأخذ له سيارة تأجير سيارة, وإذا كان عنده أطفال أقل من 5 سنوات وأقل من 7 سنوات يلزمه إذا كان عنده طفل صغير يلزمه بكرسي للأطفال, وإذا ما كان عنده الكرسي هذا ما يأجر له المركبة. صح. وإذا تم ضبطه من خلال بعض الدوريات الشرطة أو المرور اللي هناك يخالفون على جلوس الطفل في الكرسي العادي في الخلف, يقول هذا الطفل لازم يكون فيه. طبعا هذه الثقافة أو ثقافة جلوس الأطفال هذه يعني تتعلق بثقافة المجتمع والقيم في المجتمع ككل. نعم. عموما يعني تداركنا الوقت, ولكن إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله. إن شاء الله. عموما لا زال لدينا صراحة الكثير من الملاحظات, ويعني ليس فقط ملاحظات وهي محاور. صحيح. واستفسارات لدى المستمعين والمشاهدين, لذلك إن شاء الله الأسبوع القادم سيكون لنا لقاء آخر مع العقيد الدكتور محمد راضي الهاجري مدير إدارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور. يعطيك العافية. الله يعافيك أخوي محمد وقتي ليلى, ونتمنى السلامة إن شاء الله للجميع إن شاء الله. اللهم آمين. ومستمعينا ومشاهدينا الكرام, وصلنا معكم لختام حلقة اليوم من برنامج وطن الحبيب صباح الخير, واللقاء يتجدد يوم الغد بإذن الله تعالى وفي نفس التوقيت. في الختام أجمل التحايا من فريق العمل الإذاعي والتلفزيوني. إلى اللقاء.